أنا في بسكرة لتصوير سلسلة تابعة لمحطة قسنطينة للتلفزيون الجزائري، سلسلة كوميدية، ديكورات حلقات بعض حلقاتها تطلب أن الديكور تاريخي وما لقيناش أحسن وأجمل من مناظر بسكرة الخلابة. عيد ميلادي ونكون أنا في تصوير، وعيد ميلادي ونكون أنا في جلسة تكريمية لشخصي من طرف مديرية الخدمات الجامعية، ومن طرف جمهور يحبني وبادله نفس المودة والاحترام، فأكيد أنا أسعد واحد.